أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم ونتحدث عن جولة الشيخ رائد صلاح في مدينة الخليل. أرحب مجددا بضيفي عبر السكايب من مدينة القدس الأستاذ خالد زبارقة المختص في شؤون القدس. أهلا بك أستاذ خالد، ونقدر يعني ظروف المسافات والتوقيت ونثمن يعني حضورك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونبدأ بالحديث عن يعني حيثيات هذه الزيارة وهذا الجهد الذي يقوم به الشيخ رائد صلاح لرائب الصدع بين عوائل الخليل. يعني طبعا ما يحدث في مدينة الخليل من خصومة ونزاع بين الأخوة وبين العائلات، عائلات العريقة في مدينة الخليل، هو حقيقة يحزن كل شريف وكل حر في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، والجميع يتابع بالبث الحي والمباشر ما يحدث في مدينة الخليل. وكان أيضا كانت هذه فكرة من يعني بعض الأكارم الذين طرحوا هذه الفكرة على الشيخ رائد صلاح والذي استحسنها، وطبيعة الحال كانت هذه الزيارة على وقف الشيخ رائد صلاح على رأس وفد كبير من أهلنا في الداخل الفلسطيني، وخاصة من لجان إفشاء السلام الموجودة في داخلنا الفلسطيني، لزيارة مدينة الخليل ولزيارة عائلات مدينة الخليل وللحديث بمعاني المعاني السامية للتغافر والتراحم والتسامح، وهذه هي المعاني الدينية الإسلامية التي يعني كبرنا عليها وترعرعنا عليها، وهي بطبيعة الحال هي جزء من الحالة الفلسطينية، وخاصة في مدينة الخليل المعروفة والمشهورة في حسن التزامها ومحافظتها على العادات وعلى التقاليد الدينية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة في المنطقة. كيف تقيم أستاذ خالد يعني استقبال أهالي الخليل للشيخ رائد صلاح، ونحن يعني تابعنا ورأينا يعني هذا الموكب الحافل الذي أقيم احتفاء بالشيخ رائد؟ يعني حقيقة استقبال أهل الخليل للشيخ رائد صلاح كان استقبالا حافلا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي. رئيس بلدية الخليل كان على رأس المستقبلين للشيخ رائد صلاح، أيضا أهلنا من أهل الخليل الذين اصطفوا على جوانب الطرق ويرحبون بالشيخ رائد صلاح، وهذا من حسن كرمهم حقيقة وحسن ضيافتهم، لأن أهل الخليل معروفون بأنهم مضيافين وكرماء، والشيخ رائد صلاح حقيقة يستحق كل هذا الاستقبال، لأن الشيخ رائد صلاح دفع ثمنا باهظا من حريته ومن صحته في سبيل إعلاء كلمة الحق وفي سبيل إعلاء كلمة الخير وإفشاء السلام بين الناس وفي سبيل إعلاء الثوابت الدينية والعربية والفلسطينية التي تخصنا نحن هنا كشعب فلسطيني، كأمة، كعالم عربي وكأمة إسلامية. نعم، الشيخ رائد صلاح بالفعل بدأ يعني لقاءات وحوارات مع الأطراف يعني متنازعة والتي بينها خلاف، سواء من عائلة العويوي أو عائلة الجعبري. إلى أي مدى أحدث الشيخ رائد اختراقا في عملية الصلح ما بين العائلتين؟ يعني أنا باعتقادي أن الزيارة كانت ناجحة، وتحقق الهدف من هذه الزيارة. بطبيعة الحال هناك رجال عشائر وهناك لجنة صلح التي لها دور مبارك وعظيم في رأب الصدع بين هذه العائلات، والشيخ رائد صلاح جاء معززا لهذه، ودوره كان معززا للدور الموجود في مدينة الخليل لرأب الصدع بين هذه العائلات. نحن نعتقد أن الزيارة طبعا كانت إيجابية جدا، خلقت أجواء إيجابية، سواء ليس
فقط في مدينة المتخاصمة، وإنما أيضا في كل يعني شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. كانت في كل أماكن أيضا تواجد علمنا العربي نعم أستاذ خالد. تقريبا، ولكن بطبيعة الحال هذا الجهد هو بحاجة إلى استمرار من كل الأطراف، خاصة الأطراف الرسمية ولجان الصلح، وأيضا من طرف الشيخ رائد صلاح الذي سيكون له بإذن الله تعالى أيضا زيارات أخرى متى طلب منه ذلك، لتعزيز أي جهد آخر تقوم به اللجان الموجودة في مدينة الخليل. لو نتحدث أيضا عن الرمزية الوطنية لهذه المبادرة، نتحدث عن خلاف في مناطق الضفة الغربية، ويتداعى له يعني وفد يعني كبير وطيب يرأسه الشيخ رائد صلاح من مناطق الداخل المحتل، ما هي الرمزية الجغرافية لهذه المبادرة؟ يعني الرمزية، نحن شعب واحد، يعني نحن جزء من هذا الشعب العظيم، الشعب الفلسطيني. وبطبيعة الحال هناك كثير من الرمزيات لهذه الزيارة، كون أن الشيخ رائد صلاح له رمزية الداخل، ورمزية القدس، ورمزية الأقصى، ورمزية الثوابت. أيضا هذا الوفد يعني لا يمكن أن يسمع أي شخص عاقل وحر وصافي أن يسمع لي في مثل هذه الخصومة ولا يقوم بفعل أي شيء من أجل تخفيف هذا التوتر بين العائلات، ومن أجل أيضا يعني فعل أي شيء وتعزيز كل جهد من أجل رأب صدع بين العائلات. ونحن أنا باعتقادي أننا في آخرة المطاف، يعني نحن كمسلمين أولا وآخرا علينا أن نتحرك، في خاصة في هذه الأمور التي تتعلق بالسلامة العامة وبالأمان العام وبالأمان الشخصي وبحقن الدماء وبإفشاء السلام بين العائلات وبنزع فتيل أي فتيل لفتنة بين العائلات. وأنا باعتقادي أن كل إنسان يسمع بهذا النزاع سيقدم كل ما أوتي من قوة ومن رمزية ومن اعتبارية في سبيل إنجاح الجهود الرامية للصلح بين العائلات المتنازعة. يبدو أن الاحتلال يعني غاضه هذا المشهد التصالحي وهذا الاستقبال الحافل للشيخ رائد صلاح، ويعني الآن هو يقرر منعه من السفر إلى الخارج. لو نتحدث عن يعني موقف الاحتلال من الجهود التي يبذلها الشيخ رائد صلاح، سواء على صعيد الدفاع والذود عن المسجد الأقصى أو حتى جهوده الخاصة في الجانب المجتمعي. يعني نحن أنا باعتقادي أن الشيخ رائد صلاح تحرك بمعزل عن موقف الاحتلال، سواء الاحتلال يعني اعترض أم رفض هذه الزيارة، أغاضته أم يعني رحب بها، ولكن الموقف يفرض على الجميع التحرك، لأن الحجم المشكلة هو أكبر منا جميعاً، وأكبر من الاحتلال، وأكبر من أيضا من كل يعني الاختلافات الموجودة داخل الشعب الفلسطيني، لأننا في آخرة المطاف نحن نتحدث عن أمن اجتماعي وعن نسيج اجتماعي داخل العائلات الكبيرة في مدينة الخليل، وهي معروفة بكرمها ومعروفة بتضحياتها الجسيمة في سبيل القضية الفلسطينية. ولذلك التحرك كان بمعزل، حقيقة بمعزل عن أي موقف للاحتلال. نحن يعني عندما يتحرك الشيخ رائد صلاح ولا يأخذ لا يأخ لا يهمه ماذا يفكر الاحتلال. بخصوص منع السفر الشيخ رائد صلاح، واضح أن هذا هو يعني تصرف تعسفي غير قانوني، وواضح أن وزيرة الداخلية والتي هي معروفة بتطرفها ومعروفة بأفكارها وأيديولوجيتها
اليمينية اليهودية المتطرفة، وهي تستعمل الآن الأدوات الموجودة بين يديها من أجل التضييق على حرية وعلى تحرك وعلى نشاط الشيخ رائد صلاح. ولكن يعني أنا باعتقادي أن السنوات الأخيرة وخاصة الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة عندما صاعد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته بحق الشيخ رائد صلاح، أنا باعتقادي أن صمود الشيخ رائد صلاح الأسطوري وثباته الأسطوري على خطابه على ثوابته على مواقفه، أنا باعتقادي أنها أفشلت كل المخططات الإسرائيلية التي كانت ترمي إلى إجبار الشيخ رائد صلاح على التراجع عن مواقفه وعن مبادئه وعن خطابه. نعم، ختاما أستاذ خالد، يعني كيف يمكن أن نستغل نجاح هذه المبادرة، مبادرة السلم المجتمعي، لتكون يعني بوابة لمزيد من المبادرات التي تمثل صمام أمان للمجتمع الفلسطيني؟ يعني السلم الاجتماعي والنسيج الاجتماعي هو مهم جدا لكل مجتمع. لا يمكن العيش في بيئة عنيفة، بيئة تهديد، بيئة خطر، بيئة قتل، بيئة إطلاق رصاص، بيئة إصابات، بيئة حرق، يعني حرق ممتلكات. هذه بيئة غير سليمة لأي مجتمع، وهي أحد مؤشرات المرض التي تصيب أي مجتمع. لذلك نحن يعني مصرين على الحفاظ على النسيج الاجتماعي، سواء في الخليل أو سواء في رام الله وفي نابلس وفي جنين وفي أي مكان، وفي القدس بطبيعة الحال ضرة المكان، وأيضا في الداخل الفلسطيني. النسيج الاجتماعي هو الذي يحفظ المجتمع، هو الذي يبني مجتمعا صحيا، مجتمعا قادرا على النهوض، مجتمعا قادرا على الانبعاث، مجتمعا قادرا على الإنتاج، ومجتمعا قادرا على أن يبني مستقبلا زاهرا له ولأبنائه على هذه الأرض المباركة. لك جزيل شكر سيد خالد زبارقة المختص في شؤون القدس، كنت معنا عبر السكايب، ومجددا نشكر يعني انضمامك إلينا رغم الظروف اللوجستية الصعبة الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد. شكرا لكم. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من فلسطين، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذه تحياتي لكم وأينما كنتم في أمان الله.